ألما خضرة مدربة ببرنامج 542 ضمن ماراثون بيروت. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك معنا باستوديو أخبار الصباح. كنا عم نشوفهم هن التيم ألما الفريق يلي أنت عم بتدربيه بإطار ال 542 ليشارك بماراثون بيروت، وكل شيء رح يكون الدعم والريع لمركز سرطان الأطفال. صحيح، وحلوة كتير العبارة اللي شفناها، يمكن ال 42K هن ماراثون طويل، بس الماراثون يلي بيعانوا منه مرضى السرطان ماراثون أطول بكتير. 100%. نحن هلأ هيدا إنه بيروت ماراثون عطانا هال opportunity إنه نقدر نركض for a cause، هن البلاتفورم يعني لهالشي. ومثل ما عرفتوا إنه بيروت 542 هن عبارة عن، بس وضحها، 5 كوتشات عم يدربوا ناس لأول مرة بحياتهم، يعني بحياتهم مراكدين، عم يعملوا مسافة 42 كيلومتر، هي يعني تقريبا مثل بيروت صيدا. يعني شغلة منا هينة لإنسان بعده أول مرة بحياته بيعملها. قديش صاروا عم يتمرنوا؟ صار لهم عم يتمرنوا شي 3 شهور من جولاي. ومن كل الفئات العمرية شفنا؟ ايه، عنا من تقريبا من عمر 17 لل 50. وفي احد حدا اصغر، في بنت صغيره. نو نو، هيدي هيدي بس سبورت كيدز مثلها، لانه هي مثلهم. اوكي، طيب كيف بيصير التمرين لاشخاص مش عاملين ماراثون قبل؟ هي يعني في بروجرام نحن بنتبعه للبيجنرز، ويعني عندنا نحن بننزل على التدريب تقريبا 4 مرات بالجمعه، في كوميتمنت من في الساعه 5، الساعه 6 بنبلش، لانه الطرقات بتكون فاضيه، واكيد سيفتي كمز فيرست. ولانه كل ماراثونات العالم ببلشوا الصبح بكير. شغله كثير حلوه عم بتصير، انه نحن هلا هيدا التيم عرضت عليهم اول ما تعرفت عليهم، انه شو رايكم نركض فور كوز. خفت يقولوا لي ما حابين، لقيتهم متحمسين على الفكره اكثر مني. ومش الحال يعني ركبنا الان جي او اللي بدنا نركض لاجله. وبحب بس ليش نقيته للتشيلدرن كانسر سنتر؟ بصراحه يعني هالسنه ما بعرف اذا انتم بتوافقوني، دق الباب على كذا عالم هالكانسر عم بهزنا، يعني ما بنلاقي الا خبريه من هون خبريه من هون، ومتاثرين فيه تقريبا، يعني شيء كثير فظيع الكانسر عم بينتشر اكثر، عم بينتشر اكثر، وما بتلاقي الا العالم كلها انه ايه متحمسين لهالفكره. اكثر حماس كان الكانسر بصراحه. هلا نحن وي هاد ذا اوبورتونيتي نروح على الكانسر، زرتوهم بالمركز بالسنت جود هوسبيتال. لما العدائين لاول مره بحياتهم بيشوفوا هالولاد، يعني كان تاثر كثير 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 كبير. اللي صار معنا انه الاولاد بتطلع بوجوههم بعد في براءه، مع كل هالوجع اللي هن فيه في براءه، بس وين التاثر الكبير؟ هن الاهل بتشوفيهم مكسورين، يعني خلص في بوشهم حزن ما طبيعي. هيدا اللي تاثروا فيه العدائين لاول مره، بشكرهم انا انه بدهم يسابروا بهالمسيره، لانه منا هينه. ليكي بيصير معك بليسترز، بيصير معك اوجاع بركاب، منا هينه، يعني مسافه مش عم نقول كيلومتر واثنين، وعم يعطوا وقتهم وجهدهم، وفي منهم عندهم شويه اصابات، بس بدهم يتخطوها وبدهم يكملوا وبدهم يركضوا هالمسافة. كيف يعني اصابات شو؟ يعني مثلا ركبهم عم يوجعون، بيقولوا لي لا ألما انا ما مش حوقف بدي كمل. واللي صار انه رحنا احتكينا معهم لهالاطفال، وصار انه مثل ما عملت هلا اعطيتكم البريسلتس اللي هن لتيم ألما. جرين ريبريزنتس الانفايرمنت، ونحن وير دوينج ات، لانه اجينست اول اودز اذا عم نموت موجوعين الطقس مش منيح، بدنا نتحدى، بدنا نتحدى كل هالقصص كرمال هالاطفال، كرمال هالسمايل تبعولهم. ألما التمرين عم بيكون بس ركض، او كمان عم بتروحوا على الجيم، او في نظام غذائي معين؟ يعني لا، هي الفكره انه كل يوم في تمرين خاص. اوكي، عرفتي كيف؟ يعني لماراثون في بروجرام تتبعي، مش كل يوم نفس الشيء، بس عاده اصعب نهار هو يكون نهار الاحد، لانه هي اكثر مسافه بتغطيها، تقريبا بتبلشي بالخمسة عشرة لا توصلي لل 36 كيلومتر. يمكن بس يفكروا اكثر العدائين بالقضيه بيتحمسوا. طبعا طبعا، هلا نحن وي اكسشينج البريسلتس مع كل بيشنت، بنعتبره انه نحن عم نركض لاجله، هو ما قدر يركض بس نحن حنركض له، يعني مسؤولي يعني. انا عم بركض عنا مثلا، هن نقونا بالسنتر، يعني قلت لهم يلا مين كل واحد بده ينقي، انا نقتني فاليرينا
فالنتينا حأركض لها وصارت مسؤولية لأنه بدها تتابعني على التي في يعني لو عمود بدي كمل كرمالها وهي هلا لابسة البريسلت تبعيتي حتى قال ما أنا I signed it for her we exchanged يعني هيك we communicated with smiles and everything بس إنه كمان بدي أوضح شغلة كتير ناس بيجوا بيقولوا لي إنه في NGOs إنه عم تعملوا لهم fundraising ليه ما بتفكروا بغيرهم بصراحة لازم نفكر بكل NGOs بلبنان لأنه عن جد بيعيشوا على هالشغلة يعني هلأ لنقول علاج الطفل $50,000 بالسنة طيب قدي بدهم المركز يتحملوا يعني إذا أجيهم بالسنة ما هن ما كل ما أجيهم كل ما عم ياخذوا أطفال أكتر هيدول الأطفال أطفالنا نحن للمستقبل كل ما بيكون في تشانس أكتر أنه يشفوا ويصحوا أكيد طبعاً يعني هلأ إذا شفي هالولد وبعد 20 سنة صار ساينتست قدي شغلة حلوة بس إذا ما عنده هالأوبرتونيتي هيدا إنسان كتير حيمرض وحيدهور نحن هيدي ما بنقبلها عرفتي كيف بدنا نعمل قدر الاستطاع لنعمل أويرنس لكل العالم تنزل وتعمل يس يعني فيكي تنزلي تتحدي فيكي تنزلي تعمل البديكي بس قد انت عم ترقدي لضحكة فالنتينا I run for her smile وهولي تيشيرتس كمان يلي لبسينهم العدائين كمان يعني دارسين كل شيء يس وحاطين فيري سمبل انه تيم الما والسي سي سي هوب هاشتاج هوب وهيدا they're designed by شيرين خضرة she's a designer هي اللي عملت كمان الديزاين للبريسلتس اللي عم نشوفها وعندي من كل الانواع بالتيم تبعي عندي من ال 17 عندي بيروح قبل المدرسه بيجوا بيتمرنوا وبينزلوا كل العالم عم بيقولوا معقول بدكم تركضوا مسافه 42 they're amazed it does require a lot of effort كم مره انت ركضت ال 42K انا صار شيء 6 مرات عامله ماراثون غير الهاف ماراثونز وغير الريسز يعني I am in a running club و يعني it gives me so much pleasure انه لبنان عم يكون فيه هلا thanks to BMA عن جد thanks to بيروت ماراثون اللي عم يعطي هالفايب الحلو هالبيس يعني ما بتطلعي لا بلونه للشخص ولا من وين بيجي بتلاقي انه كلنا عم نتعب نفس التعب وعم نركض لشغله اتس بيوتيفل كم تيم في بال 542 في نحن خمسه كوتشز سيم ليفل سيم ايفريثينج يس كل واحد قضيه ايه كل واحد قضيه وكل واحد عنده مجموعه عدائين لاول مره وعم يركضوا هيدي المسافه اللي عم خبرك عنها كلهم من بيروت لصيدا كلهم عم بيكونوا عم يركضوا لاول مره يعني مش انا اللي عندي طبعا ما هو هذا لا باقي تيمز ايه طبعا نحن كلنا نفس الفايف فور تو للبيجنرز 542 خمسه كوتشز عم يركضوا مسافه 42 وحسب العدد يعني بلشنا يمكن ب 120 if I'm not mistaken في منهم انسحبوا يعني لقوها شغله كثير صعبه نحن ما بدنا ينسحبوا انا بقول له ممنوع تنسحبوا لو عم تسحفوا بدكم تخلصوا ال 42 انا بالنسبه لي بتتوقعي يعني شو؟ بتتوقعي يخلصوا؟ ايه انا بتوقع يعني لو شو ما صار بدي اياهم يخلصوا لانه في عنا قضيه دير كم شخص في بالتيم تيم الما انا في 22 اوكي وكل في منهم في وحده انسحبت وفي شخص انسحبت تتشارك بالميني ماراثون او لا انسحبت لا نهائيا انسحبت لانه صار معها اصابه مش بايدها بس هي معنا سبيريتشولي يعني وكل شيء بتضلها معنا على الخط أوكي. في شخص راحت ركبته هلا انه كثير عم توجعه بس قال لي الما انا كرمال هالاطفال لانه خلص حط البريسلت اوكي هلا ليه حيمشي حيمشي اوكي مجرد ما يقطعوا ال 42 كيلومتر هن ربحوا ولا لازم يوصلوا اوائل يعني يمكن هلا هن مش خمسه كوتشز في واحد منهم حيكون اسرع شيء هيدا الرابح يمكن بنت وشاب اوكي ولهم كمان برايز يعني بعد ما يربحوا والحلو انه صاروا عم يتعلقوا باللعبه يعني مثلا هالسنه ركضوا خلصوا سنت الجاي لا انا بدي ارجع اعمل ماراثون بوقت اقصر سو هالشغله ال 542 الحلو فيها حيزيد نسبه العدائين بلبنان بال 42 بدنا لانه برا ببلاد برا هاي البلاتفورم اوف ذا ماراثونز بيعملوا فند ريزنج ما بيفهم يعني اكبر محل ليساعدوا هالجمعيات الخيريه هن من خلال الماراثون من غير الماراثون وهلا بدنا نجيبها لهون خلال الركض وهلا مثل ما حطوا على التي في هيدا نحن اللينك تبعنا فور ذا دونيشن صرنا مجمعين هلا هو اكثر
بس 3000 كان هلا 3000 اليوم يمكن يطلعوا لل 8000 اوكي. قد ما فينا عم نقول للناس انه يساعدوا عم نعلي عم نعلي طبعا بعد عنا لنوفمبر 8 وبدنا كل العالم تساعد لانه ما في ايد تزقف لوحدها كلنا كلبنانيه بدنا نساعد بعض اوكي. قال ما خلينا نوضح شوي فكرة الماراثون يعني نعم. هلأ الحلو بماراثون بيروت أنه فتح مجال لكل المناطق أنه كمان ينظموا طبعاً. سباقات بس مش كله يسمى ماراثون يعني صحيح. الماراثون هو بدءا من 42 كيلومتر هيدا ببلش يسمى ماراثون نعم. ال 21 كيلومتر هيدا هاف ماراثون نصف ماراثون نعم. والباقي بيقولوا لهم ميني ماراثون. ميرسي على التوضيح لانه انا هيدي اوضحتي ليها قبل الهواء تمام تعطيك حقك لا لا انه عن جد فكره كثير لازم واحد يعرفها انه الماراثون هي 42 كيلو نعم وبدنا ننميها هي بلبنان ما ناقصنا شيء انه يصير عنا عدد عالي لانه كل ما زاد هيدا العدد كل ما بينت لانه ما في غير بالميدل ايست البي ام اي يعني اللي عم يعمل بيروت ماراثون اسوسيشن اتس سمثينج بيوتيفول يعني الاطفال من التشيلدرن كانسر سنتر الما رح يكونوا موجودين على خط الختام لا حيكونوا على التي في اذا قدرنا نحن أوكي. نتواصل معهم وبنتمنى لا بدنا نروح نرجع نزورهم ترجعوا تروحوا تزورهم بلكي نهديهم الميدل اللي جبناها بلكي يعني وي هاف تو دو سمثينج فور ذم يعني هلا ذير سمايلينج الانرجي اللي اخذناها منهم مش طبيعيه ذير فيري بوزيتيف مش بس انتوا اعطيتوهم فيري بوزيتيف انا اخذت منهم يعني فالنتينا طلعت فيها فيري بابلي وفول اوف لايف ما بيحسوا بالالام اللي هن فيه بس هن الاهل يعني بتشوفيها الاهل اللي ما قدران يصرف على هالولد 50,000 دولار بالسنه انه اذا ما حسينا بهالشيء شيء خطير مشكله يعني في ماساه هيدي الشخص لو عامل انشورنس ات ويل كفر هيدي بنت خلقت عندها عمرها سنتين مع كانسر شو بدها تعمل بتجي على هالمركز بيفوت هالطفل بياخدوه وكل ما نحن زدنا هالفند ريزنج كل ما هالاطفال زاد عددهم صح. للعلاج وكل ما زاد العلاج قل نسبة خاصة انه عند الاطفال نسبة الشفاء تامة حبيباتي بجنة مش معقول هي فرصة اكيد هدول الاطفال الفيوتشر كمان صح تبعولنا كيف كانت ردة فعلهم وقتها شافوكم واكيد كنتوا مفسرين او حدا مفسر لهم قبل ايه انبسطوا يعني شوفي هالسمبل بريسلت اللي عم نلبسهم اياه عم نحكي معهم يعني بيعطوكي هالسمايل انه مش فهمانين كتير الموضوع بس it's beautiful يمكن really. لو حالتهم الصحية بتسمح لهم كانوا يمكن أنا قلت لهم يلا سنة الجاي أنا بننزل كلنا بنركض مع بعض يعني بتحسي في energy عندهم وكل شيء ولازم يعني تتطور هال باقي تيمز عم يركضوا لمين؟ كمان في ناس عم يركضوا لكذا جمعية يعني كلنا يعني عم نتعاون بنفس كلنا 5 coaches نفس الفكر ونفس الهدف باقي التيمز كمان مؤلفين من 22 شخص كل واحد هلا في يمكن اكثر في يمكن اقل ات ديبندز يعني على هالاشخاص والكوتشز الاغلبيه نساء او رجال في انا وفي كاتيا راشد وي. وفي ميكي شبلي وفي وليد اباني وفي علي كدامي وكل شخص يعني عنده باك جراوند بالسبورتس كثير حلو ومحترفين وعن جد هلا هيدا شغلنا كله فولنتير يعني عم نقدر تطور عم نقدر قضية إنسانية وبنفس الوقت وعم نسق بين شغلنا يعني شغلنا الشخصي وهالتطوع لأنه في هيك شيء very positive عم نفيقها الصبح ومن كل قلبنا يعني الخمسة على فكرة ما في تفريق يعني كلنا نفس كلكم سوا بنفس الوقت we're all like super positive بثمانية شهر جاي 8 تشرين الثاني 8 نوفمبر we will be وين الانطلاق؟ بدك تلاقينا على الفينش لاين بليز نحن بنوصل الانطلاق حيبلش بكنيسة الأرمن اللي هي بالصيف هونيك الانطلاق والكورس غيروه هيدي السنة البي ام اي عن جد بدي اوجه شكر خاص لألون على الافرت اللي بيعملوه امرار بس تقربي على شيء بتشوف الشغل الامور بشكل عن جد عن جد يعني in a place where في شوية يعني لخبطات بالبلد صح. بدنا نضلنا نخلي هال الشعارات اللي عم نشوفها ايران فور بيس ايران فور لاف يعني شعارات كثير حلوه بتخلينا نضلنا شوي متفائلين رغم كل شيء عم بيصير حوالينا مش بس هيك كثير انه
بتشملي انت بكل هيدول عم تركضيهم. You are running for happiness. You are running for a cause. You are running for cancer. Cancer. You are running for many things. Running over cancer. Running over cancer. ألما خضرة مدربة ببرنامج 542 ضمن ماراثون بيروت. نحن بنشكر حضورك معنا. Thank you so much for having me. Thank you so much. للتيم اللي عم بيركضوا لقضية وتحية كثير كبيرة لأطفال مركز سرطان الأطفال. Thank you very much. من بوسكم كثير. وبتمنى السنة الجاية أشوفكم عم تتدربوا كمان تعملوا 42. اوكي شو بدك تعمل على الشغل على السنه الجايه. يعطيكم الف عافيه. ثانك يو سو ماتش. اهلا فيك. نحن بعد مع ألما بنكون وصلنا لختام برنامجنا لليوم. بكره حلقه جديده وموعد جديد من اخبار الصباح. انطرونا. باي باي.